ننتقل الآن إلى الورقة الثانية، وهي للأخ الزميل الدكتور محسن بن حمود الكندي، وهو أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية ومدير لدائرة الوثائق بجامعة السلطان قابوس، تبوى قبل ذلك مدير مركز الدراسات العمانية بضع سنوات، وله مجموعة من الأوراق والمشاركات والعضوية والعضويات الفاعلة في المشهد الثقافي العماني والخليجي، وحصل على وسام صاحب الجلالة الفنون والثقافة والآداب من الدرجة الأولى عام 2012، ولديه ورقة سوف يحدثنا عن مجمل الأفكار التي وردت فيها، وعنوانها نزوة في الذاكرة الثقافية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً أخي وصديقي وزميلي دكتور محمد، وشكر موصول لكم جميعاً على هذا الحضور. حقيقةً ترددت كثيراً عندما أسندت إلي اللجنة المنظمة لهذه الندوة بعنوان كبير اسمه الذاكرة، نزوة في الذاكرة الأدبية في عمان، وارتأيت لدواعي منهجية ولدواعي أيضاً فكرية كثيرة وتخصصية أن أحور هذا الموضوع إلى نزوة في الذاكرة الأدبية، الشعر نموذجا، على اعتبار أن الشعر هو خطاب العرب الأول وأكثر حضورا في الذائقة والذاكرة الأدبية العمانية والعربية على الإطلاق. على كل حال، هذه الورقة وفي حدود المعطى من الوقت، يعني 20 دقيقة أو ربع ساعة كما أخبرني صديقي دكتور محمد، أوجزها فيما يلي. هذه الورقة تتصل بالشعر نموذجا، وما دام الشعر أيضا فضاء كبير ومتسع، فليس بوسعي إلا أن أختزل هذا الحضور فيما يسمى في اصطلاحا بالمدونات، المدونات الأدبية والفكرية التي اشتغلت عليها زمنا كبيرا، واستفدت من خلال يعني ما قدمته في الشعر العماني من دراسات. إذن فيعد مبحث حضور نزوة في الذاكرة الشعرية العمانية واحدا من المباحث القارة في منظومة الثقافة العمانية، فهو سليل إرث تاريخي تراكمي مكثف طفحت به الذاكرة العمانية منذ القديم وحتى عصرنا الحاضر. ونتيجة لذلك ليس طبعا لنا وسع تناوله إلا بمنهج يعنى بالتتبع والرصد واستجلاء النصوص ووضعها في سياقها الفكري عبر محور الشعر، خطاب الحياة وعماد الأدب. هذا البحث طبعا له أهداف أوجزتها في الكشف عن حضور نزوة في الذاكرة الشعرية، إظهار اتجاهات هذا الإبداع الشعري وظواهره، بيان المباني والمعاني التي تبدى فيها هذا الشعر، استجلاء النصوص الشعرية وفرزها ليستفيد منها طبعا الباحثون والدارسون عبر مدونة استقصيت فيها ما القصائد النزوانية، فوجدت في الفترة المعطاة للبحث ما يقارب 100 قصيدة أو يزيد بقليل، من خلال ما وجد في كتب تاريخ الأدب العماني كشقائق النعمان وقلائد الجمان والنمير بأجزائه 6-7 ونزوة عبر الأيام، ثم القصائد المفردة التي أمدني بها شعراء وأصدقائي الباحثين الذين أعانوني في حضور نزوة في هذا النص. هذا النص كما تعلمون هو يعني هذه الدراسة في جانبها المنهجي دراسة إطارية تكشف عن النص وتحاول استجلاء معانيه وأغراضه الشعرية، ولذلك فإن دراسة الذاكرة الشعرية العمانية تقتضي توطئة تعنى بتعريف المكان، وقد عرفه أكيد الكثير من الباحثين قبلي منذ الأمس، فكما أشير إلى نزوة على أنها ما هو الصالحين وروضة الدين وحاضرة العلم وقلعة التاريخ وعاصمة الأمة، هي أيضا ما هو الشعراء وأيضا يعني والأدباء والمفكرين، فالشعر في ذاكرتها يعد مبحثا قارا ومهما في هذا الجانب. لذلك يعني أود الإشارة إلى أنني من خلال استقصائي لدواوين الشعر العماني الكثيرة والتي يعني تحدثت عن أو وثقت الشعر، وجدت أن الكثير أو لا يكاد يقل من الشعراء العمانيين لم يذكر نزوة، إما بقصائد مفردة كاملة
أو بمقطوعات أو بأبيات مفردة. تحضر نزوة في هذا الجانب في ثلاث محاور: جانب تسجيلي، جانب وثائقي، وجانب رمزي يعنى بالإبداع. وحقيقة صدمتني منذ الدهشة الأولى وأثناء قراءتي لهذا الشعر، وكما صدمتني أيضا هذه الحقيقة أن هناك كثير من النظم وقليل من الشعر، وهذه إشكالية ربما تحيلنا إلى يعني الصدمة الحضارية عندما عندما ترى المقاييس النقدية وتطبق على هذا النص المنظوم وتحيله إلى دائرة النظم، فكثير من النظم وقليل من الشعر. ولذلك لا ضير أن نتعامل مع الجانبين في هذا الحس ربما الاحتفائي لهذه المدينة المهمة بهذه الذاكرة التي وجدتها. اعتمدت في هذا الجانب على النموذج الممثل للشعر والقراءة الأفقية الراصدة له بحكم الاتساع والكثرة والتشتت، لذا سوف أتجاوز المنظومات والشعر التعليمي وأمثل أمام الشعر من خلال النزعة الفنية لهذا المنجز الإنساني الرائع. اختيارنا المدونة، وربما سوف يسألني الكثير منكم ما المدونة وما أهدافها وما يعني ضوابطها وما اتجاهات الشعر الحاضر فيها، استقصيته بشكل تنظيري مكثف في هذه الورقة، وكسبا للوقت لا أشير إلى هذا الجانب، فربما هو معروف لديكم أو عندما يقرأ الكثير منكم هذه الورقة سوف يجد تأصيلا لفكرة المدونة وأثرها في يعني أثرها في الجانب الشعري. نعم، فالمدونة بتعريف بسيط هي مجموع ما تيسر جمعه وتدوينه من إنتاج الشعراء من قصائد ومقطعات وأبيات مفردة وبيان ما أثر في هذا الإنتاج الإبداعي من مؤثرات تخص الشاعر وبيئته وحياته، وذلك بغية وضعها في قالب موحد يجمع شتات هذا الإنتاج ويوصل حضور هذه المدينة الخالدة وفق ما ذكرناه وذكر أيضا في سائر الأوراق من أهمية حضارية لهذه المدينة. في هذه المدونة استقصيت عنوان القصائد، ثم يعني أبرز الشعراء الذين قالوا هذه القصائد ويعني عدد أبياتها، ثم المطالع، ثم المصادر التي وجدت فيها هذه القصائد، بدءا منذ القديم من أبزون العماني أو الكافي، أبي علي الكافي كما يسمى، وانتهاء بالشعراء الجدد الذين يعني كتبوا عن هذه المدينة. وعندما أعني أتحدث عن نزوة لا أتحدث عن نزوة المدينة فقط، ولكن عن أحوازها وعن قراها وعن نياباتها وعن أفاقها الرحبة الممتدة في هذا الفضاء وفي هذا الموقع الجغرافي العبقري كما تسميه كتب الجغرافيا. وابتأيت في هذا الجانب أن أقدم سردا مكثفا لهذا الشعر قارب أكثر من 100 قصيدة ذكرت تفاصيلها في هذه الورقة، وحصلت منها على الظواهر التالية: تحقق عدد من الشعراء هم من سكان نزوة وتوابعها، وهم أصيلوا المكان وأبناء الأرض، وبعضهم من قطن نزوة وأقام فيها وأصبح أحد أبنائها. ويمكن تصنيفهم إلى قسمين: قسم يتصل بشعراء هم أصيلي المكان، وقسم آخر يتعلق بالشعراء الذين هم قاطني نزوة من أمثال القضاة، والذين قضاة الأئمة منذ يعني الإمامات التي منذ يعني التي تعاقبت على عمان وحضرت في هذا المكان المهم. وأذكر مثال ربما في العصر الحديث، مثال الشيخ عامر بن خميس المالكي والشيخ عبد الله بن عامر العزري والشيخ منصور بن ناصر الفارسي، وأيضا أولئك الذين وفدوا إلى نزوة منذ القديم وأقاموا فيها كأبي بكر الستالي والنبهاني وغيرهم. فالستالي الذي عاش في كنف النباهنة مغمورا بمكارمهم فسمي شاعرهم كما يقول محقق هذا الديوان، وهو يعني عز الدين التنوخي الذي قرأتم ديوانه في هذا الجانب. تظهر المدونة طبعا أما الشعراء الذين هم من سكان نزوة فقد بلغت أسمائهم لدي أكثر من 50 شاعرا أو اسما، يمكن الاطلاع على أسمائهم وأبرز إنتاجهم في ملاحق هذه الدراسة. ويعني لا يسعني إلا أن أشير بعجالة إلى أسماء مثل عبد الله بن سليمان النبهاني والشيخ أحمد بن سعيد الكندي وأبي سلام وغيرهم من الشعراء الجدد الذين يحضرون ربما الكثير منهم هنا في هذه القاعة. تظهر المدونة الإحصائية أيضا تباين إنتاج الشعراء، فمنهم من له ديوان واحد، ومنهم من له دواوين متعددة، ومنهم من له قصائد مفردة حسب طبيعة الإنتاج وكميته. تظهر المدونة أيضا إحصائية أيضا بروز إنتاج واضح تمثل في أعمال شعرية اتخذت اسم المكان
عنوانا من أمثال ديوان الشاعر سيف الرحبي الجبل الأخضر، وديوان الشاعر سعود بن سليمان السالمي دارس، وربما في الروايات هناك يعني قصائد النزوة يعني في الروايات ملائكة الجبل الأخضر التي يعني تعد من أوائل الروايات التي كتبت، وربما حدثها الفني أو الدرامي كان في قلب هذه المدينة وتوابعها ممثلة في الجبل الأخضر وما صاحبها من أحداث نهضوية أو أحداث استنهاضية في تلك الحقبة من الزمن. ثم أيضا حضرت تظهر المدونة أيضا بروز واضح في القصائد المفردة التي اتخذت اسم نزوة أو القصيدة النزوانية في إطار ما يعني ما كشفته من أشعار أو من دواوين شعراء مثال لواح القروصي والشيخ الشرياني وأبو يعني هلال بن بدر البوسعيدي وعبد الله الطائي وغيرهم. تظهر المدونة أيضا كثرة المنظومات طبعا كما أشرت وأغلبها في الشعر الديني والشعر السياسي والشعر التاريخي. هذا يعود إلى أن يعني البيئة يعني حقيقة أنا يعني وجدت ظاهرة ملفتة للانتباه أن ربما نزوة لم تحضر فيها النص الشعري كما هو نصا قائما هياما وتخيلا وصورة ويعني بنفس المقياس التي وجدت أو حضرت فيه سمائل التي كانت وليدة الشعراء، فربما تأتي في المقام الثاني في إطار المنطقة الداخلية أو في إطار عمان بأسرها. فربما البيئة وأنا أقصد بذلك تحديدا في شعراء القرن العشرين لا غير، فربما البيئة بيئة الفقه يعني بما لهذه البيئة يعني وبيئة السياس بما لهذه البيئة من ضوابط ومؤثرات كانت يعني مؤثرا في هذا الجانب، وهناك الكثير من الأدلة بحيث أنني وجدت هذا الجانب لدى الشعراء. فمثلا أبي سلام الكندي والدكتور عيسى السليماني يعرف هذا الجانب، له مثلا مناظيم كثيرة ربما تعد قسما من ديوانه. الشيخ سيف بن سعيد الكيمياني رحمة الله عليه أيضا له مناظيم في هذا الجانب، فالكثير من الشعراء الذين ينتمون إلى هذا الجانب وربما في عمان كلها، لا أعمم هذه الفكرة بحكم النقدي جازم، ولكن أقول أن هذه الظاهرة لفتتني أو شدت انتباهي أثناء استحضاري للمدونة وبما تعنيه من نتائج. أيضا في الجانب الآخر تبرز المدونة يعني الحضور المبكر كما أشرت لشعراء ينتمون إلى مدينة نزوة الجغرافية، ربما بشكل مبدئي الشاعر العباسي والكافي العماني المسمى أبزون، والذين زملائي في قسم اللغة العربية كشفوا يعني لنماذج أمثال الدكتور المحروقي والدكتور هلال الحجري، وربما أيضا يعني بعض الباحثين كشفوا عن اسمه في إطار تجربتي التي عرفت في الذاكرة العربية في المصادر الأولى للشعر، وهو انتماء إلى الجبل أو انتماء إلى أحواز نزوة يحتاج إلى الكثير من الدقة ويثير أكثر من تساؤل ويحتاج إلى تدقيق في نسبته للمكان من عدمه، ولكنني أشير بعجالة خاطفة إلى اعتمادا على ما أشار إليه زملائي في أبحاثهم. أيضا حضور الشعر الملحمي بشكل واضح نظرا للأحداث السياسية التي تعاقبت على نزوة بحكم مكانتها الحضارية ودورها يعني النهضوي في الوطن. تبين المدونة أيضا تفاوت شعراء نزوة توزعهم على العصور المختلفة. تظهر المدونة عراقة شعرية وأصالة قدمها يعني بعض الشعراء في فن الوصف في وصف المكان. أيضا هذا الجانب هذه الظواهر التي لفتتني من خلال الحضور الكمي أو استقرائي للحضور الكمي للمدونة، هناك ظواهر اتصلت بالحضور الموضوعي من خلال المضامين والأغراض أجملها يعني فيما يلي. تبدي المدونة حضورا مبكرا لغرض الرثاء، والرثاء كما تعلمون موجود لدى التجربة الشعرية العربية منذ أزل الآزلين لكونه يعني غرض إنساني يتعلق بالعلاقات الإنسانية في بعده الآخر، ولكن الرثاء الذي أعنيه هنا هو رثاء المكان عندما يعني يتعاقب الأئمة إلى هذا المكان يغيبه الموت. هناك الكثير من الشعراء من يربطوا رثاءهم بالمكان نزوة على اعتبار أن المكان ذاكرة أو محركا للإبداع في هذا الجانب الإنساني الرحب. أعني بذلك أيضا قصيدة شهيرة للشيخ أحمد بن سعيد في رثاء للجبل الأخضر كما تعلمون، ولا يقصد بالجبل الأخضر وإنما يقصد بذلك مؤسسة سياسية كانت حاكمة فانتهت رثاها بقصيدة رائعة تعد من غرر الشعر العماني على الإطلاق. أيضا هناك أيضا غرض الهجاء
استحضرني في هذا الجانب هو يعني المناوشة التي جرت من الشعراء الفقهاء في هذا الجانب، ولا يصل هنا الرسائل جانب إلى حدوء الذم، بل يصل إلى التقريع أحيانا، لا يتصل بالذم وحده ولكن يصل إلى التقريع أحيانا. وقصيدة أبي مالك يعني عمرو بن خميس المالكي الشهيرة التي رد فيها على بعض على من ذم النزوة، وكذلك قصيدة أيضا يعني قصيدته هو الذي ذم ورد عليه الكثير من الشعراء، قصيدة الشرياني آسف التي ردت على هذا الشاعر وعلى غيره، ربما شاعر سالم بن سيف الأغبري الذي يعني ذم نزوة فرد عليه بأكثر من قصيدة في هذا الجانب. أيضا استحضرني في هذا الجانب حضور الحنين، حضور غرض الحنين أو باعتبار غرضا إنسانيا مكثفا للعلاقات الإنسانية، باعتبار المكان معززا ومحركا لهذه التجربة، حنين للمكان ليس بطبيعته فحسب ولكن حنين إلى ما فيه من حراك سياسي ملتهب ومن شخصيات عامرة ومن علماء يعني عاشوا في هذا المكان فخلفوا كمدا حن إليه الكثير، ربما الشاعر أبي سلام الكندي الذي غادر هذا المكان مغتربا ونفي إلى أصقاع بعيدة من هذا المكان، وربما الشاعر سليمان بن سالم الكندي والشيخ شاعر أيضا عبد الله بن عمر الكندي وغيرهم من الشعراء الذين يعني حضر هذا الحنين مكثف في تجربتهم بكثافة. تبين المدونة أيضا حضور لنزوة في قصائد الإخوانيات والاعتذاريات، وهذا المبحث موجود في ثنايا التجربة الشعرية العربية والعمانية بشكل كبير، ولكن ربما العتاب والتهاني والاعتذاريات فرضتها طبيعة الحياة المحركة لهذا الجانب في هذا المكان الخالد. تظهر المدونة أيضا حضور في مستوى القصائد، قصائد المديح، وربما هنا الممدوح ليس يعني المكان فحسب ولكن المكان بأئمته وقضاته وعلمائه، وحضور ربما ياخذ الجانب وحضور المديح ياخذ الجانب مغزى العلاقات الإنسانية الدفينة التي تبرز قناعات الشاعر تجاه الآخر، فالشاعر لا يمدح إماما لمبغى أو لمبتغى لمبتغى يعني مادي كما يفعل الكثير من الشعراء، ولكن لمكانة دينية معتبرة ظهرت أو تجلت في هذا الجانب. أيضا في هذا الجانب تظهر المدونة غرض الغزل، وربما صديقنا الدكتور العزيز يعني عندما أرسل لنا ذات يوم في مدونة قسم اللغة العربية قصيدة الستالي عندما يذكر فيها يعني دعتني العودة إلى ديوان الستالي، فوجدت أن يعني غرض الغزل عند الستالي يعني ظاهرا من خلال ثنايا المفردات التي ذكرها في الأودية وغيرها في عمان. هناك الكثير وتحليل لهذه الجوانب أنا أشير إليها بعجالة خاطفة. في مستوى أغراض المواقف الفكرية طبعا الشعر الديني بكثافته كان حاضرا بقوة، ربما الأستاذ العزيز تحدث عن هذا الجانب في مستوى الاتجاه المذهبي المتصل بالفكر الإباضي وفي مستوى الاتجاه الفقهي المتصل بالعبادات، حضورا مكثفا تناولته في هذه الورقة التي يعني ربما سوف يجد القارئ فيها الكثير من هذا الجانب. المديح السياسي أيضا ذكرت في هذا الجانب وذكرت أمثلة له، بدءا من النبهاني الشاعر الشهير الذي يعني تحدث عن أماكن وعن يعني قرى وعن أودية في أثناء حديثه في هذا الشاعر. أيضا الشعر الاجتماعي والنقد الاجتماعي للظواهر الاجتماعية برز هذا الغرض عند شعراء جدد، ربما الأستاذ عيسى الحقاني كانت له قصيدة يبكي فيها نزوة ويبكي فيها ما حل بهذا المجتمع من تغيرات نتيجة الطفرة الحضارية التي حلت فتغير الحال وأصبحت الشخصية في رأيه ليست هي الشخصية التي عاهدها عن هذا المكان، ولو في قصيدة ولو في هذا الجانب قصيدة رائعة. الشيخ إبراهيم الكندي كانت له رائعة جميلة في وصف هذا المكان وفي نفس وصف الحنين، وإن كانت ليست بقصائد مكتملة ولكنه في ثنايا الأبيات تجد في هذا الجانب الكثير من يعني الجوانب من التجليات الشعرية التي هامت بالمكان وطربت به وحنت إليه، وهو حنين طبعا متحقق وربما له ما يبرر في هذا الجانب. قصائد السؤال والجواب والشعر التعليمي حاضرة بكثافة مطلقة باعتبار المكان هو المحرك للسؤال، باعتبار نزوة هي المحرك للجواب، باعتبار أن العالم الفقيه الذي يقصده يعني السؤال من أصحاب يعني الشعر التعليمي هو كائن ما كان حاضر في القلعة أو في المدرسة أو في تلك الأرجاء المعمورة من هذه الديار العزيزة.
نزوة على كل حال يعني ربما اشتهرت كثيرا بالشعر القصصي وربما القصيدة الشهيرة التي يعني لاكتها الألسنة كثيرا وتغنت بها وربما صدقتها قصيدة المغيبة التي أو قصيدة فتاة نزوة الشهيرة وقفت عندها عنها في هذا البحث عندها باستخدام ما يسمى المرجعية الأسطورية في هذا الجانب ويعني هذه القصيدة التي تعد في ذهنية العمانيين على أنها ضرب من ضروب الميتافيزيقية ربما الذي ينظر إليه بهذا الجانب وربما ينظر إليها الآخرين بين مصدق ومكذب يعني ربما جسدت نزوة في هذا الجانب من خلال حضور الأمكنة والتفاصيل وهي تشير إلى أنها يعني من آل كندة وربما الدكتور أحمد الكندي هنا يعني يشير إلي بالبنان فهي منا ويعني كما شارت إليه القصيدة وربما وذاك بنزوة وهي من آل كندة يعني وربما وفي سمد وسط السويق محلنا وربما هذا الجانب أكدته هذه القصيدة بتفاصيلها الكثيرة لما جد كثيرا اسمح لي هذه آخر نقطة شديد باختصار شديد الشعر الجديد هذه القلعة الحصينة المحصنة للذائقة الشعرية لم أجد فيها شعرا جديدا وهو شعر الحداثة أو ربما يعني قصيدة النثر أو ربما سميها كما تشاء لكنني وجدت الرائعة الجميلة التي كتبها سيف الرحبي عن وهي قصيدة حول الجبل الأخضر هذا هو الجبل الأخضر إذن لم يكن سيدا لسفوح الثلج بل تاجا للفضاءات الهاربة ولؤلؤة للحضور ربما مثل هذا يعني هذا التجلي الشعري في القصيدة الجديدة شدتني يعني نزوة بهذا الحضور إذن طفت بكم في ربوع القديم والحديث بعجالة خاطفة والبحث فصل هذه المضامين في أكثر من 50 ورقة يعني نشير في النهاية إلى أن هذه المضامين طرقها شعراء نزوة هي سليلة الشعر العربي قاطبة وهي سليلة الشعر العماني وأكاد أجزم قاطعا بأن شعرهم أو شعر هذا الشعر الذي قيل في نزوة هو جزء لا يتجزأ من بنية الشعر العماني تطور على غراره تطور أمثاله بالشعر العماني فالجانب الموسيقي منه تعلمون يعني غلب فيه الجانب القصيدة الموزونة المقفاة ولم أجد اختراقا لهذه القلعة الحصينة في مستوى البنية النص إلا عند شعراء هم من خارج نزوة ربما أشير إلى أهم نتائج هذه المدونة أنها كشفت عن بعض القصائد الجديدة التي أشارت إلى نزوة لأول مرة رائعة الشيخ عبد الله الخليلي الشهيرة أولاميته ربما تكون إضافة لنزوة فلم أجد في وحي العبقرية ولا في وحي النهى قصيدة للشيخ عبد الله الخليلي فتعجبت هذا الرجل الذي كانت نزوة يعني حاضرة يعني بحضور عمه الإمام وربما بحضور لكثافة الشعر لم أجد قصيدة له في نزوة إلا ما يعني أمتعني به صديقي وأستاذي وشيخي صديق وزميلي الشيخ محمد الشعيلي عندما يعني تحدثت إليه في هذا الجانب فقال لي ربما يعني لا يخلو شيخ عبد الخليلي من قصيدة عن نزوة فوجدناها مخطوطة ربما تعد كشفا إضافيا لهذه وهي رائعة وتعد من أوائل يعني قصائد الشيخ عبد الخليلي في نزوة أو في الشعر العماني بشكل عام باختصار أخي العزيز نزوة حاضرة في قلب الشعراء ما هو الشعراء لا لم يعني المجال لا يتسع لتفاصيل فنية في هذا البحث يعني الإطاري كشفت فيه بمنهج تاريخي أهم هذه القصائد أستمعكم الحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بارك الله فيك شكرا للأخ الدكتور محسن الكندي على هذه الورقة التي تقدم بها أو عرض علينا مجملة الأفكار التي أراد أن يسمعنا مقتطفات منها فله الشكر على هذه الورقة العلمية القيمة